بتكون الحياة بدبي بعد 10 سنين؟ كيف بتشوفها؟ يعني إذا 10 سنين أتصور يعني مسألة الذكاء الاصطناعي ومسألة السيارات ذاتية القيادة، مسألة الروبوتات، ونحن نتعايش مع التكنولوجيا، سيكون أمر طبيعي. ولكن الخبر الإيجابي أن الإنسان تواكب مع هذه التطورات من فترة قديمة جدا. لسه في خوف وتردد من الذكاء الاصطناعي أنه يعيش معي روبوت في البيت، شو بتقول هذول الأشخاص؟ نحن طبعا هذا السؤال يأتينا تقريبا بشكل يومي. أسهل طريقة هي مثل ما تكلمنا أن الإنسان لديه الموهبة بفضل من الله بالتكيف مع هذه التطورات. يعني نرجع، خلينا نقول نرجع 100 سنة، أو نرجع لفترة اختراع الطيارة، ونسأل الأشخاص في فترة اختراع الطيارة، ونرجع 100 سنة من هذه المرحلة، ونقولهم أنتم هل تتوقعون أن بيكون في طائرة ترفعكم 30,000 قدم فوق الأرض؟ الرد بيكون مخيف بالنسبة لهم. ولكن الآن الكل يركب طائرات، والكل يتكيف، وصلنا للفضاء. فهذه الأمور تحتاج تكيف. الروبوتات والذكاء الاصطناعي هذه أمور رضينا أم أبينا ستكون جزء من حياتنا. كلمنا أكثر شيء عن الأزهار الحولية وكيف ممكن نصنفها. نعم، الأزهار النباتات الحولية نوعين، حوليات صيفية وحوليات شتوية. من الاسم يعني الحوليات الصيفية بتنزرع بتنمو وتزهر في الصيف، والحوليات الشتوية بتنمو وتزهر في الشتاء. فإحنا بيكون عندنا مجال نقدر ننوع، بحيث إن على مدار السنة تكون عندنا الزهور زي ما إحنا شايفين كده موجودة في الحديقة سواء على الشرفة أو في الحوش، تكون عندي أزهار على مدار السنة بشكل مستمر. وإحنا الآن نهاية الصيف نعتبر، ولا إحنا خلاص خلصنا الصيف، إحنا في الخريف. إحنا في الخريف نزرع إيه؟ الشتوي. الشتوي. أوكي، طب إيش أكثر الأشياء اللي بتميز الأزهار الحولية؟ طيب الملاحظة إيه في الطاولة حاليا؟ الألوان. الألوان. يعني عندي تنوع ألوان كثيرة خالص، يعني وأحجام كمان وأشكال. ألوان وأحجام وشكل الزهرة نفسه، في أزهار كبيرة أزهار صغيرة. صحيح. في بيكون زهرة بيكون اللون على الورق زي هنا كده، ألوان على الزهرة، ألوان مختلفة. فده أكتر ميزة، تنوع الألوان وتنوع الأزهار. شيء الثاني إن بسيطة الزراعة، يعني أي حد يقدر يزرع. طيب كلمينا عن تجربتك مع الحضانة، يعني هذا مشروع ما هو سهل أنك تبدأي فيه لحالك، أكيد كان لك داعمين وكان في أحد واقف معك عشان تخطين هذا الخطوة. بالضبط، والله أول داعمين يوم كنت بالبيت كانت هي أمي الله يجزاها خير، وبعدها بعد سنتين لما صار في صيت حلو للمكان وعرفت بالمكان، فاقترحت على أخواني أنه يكون مشروع رسمي، وهم كمان دعموني والحمد لله فتحنا المشروع. طيب لكل اللي تابعنا الحين وحاب يفتح حضانة مثلك، كيف تقيم تجربتك مع الأطفال؟ ممكن في طفل عنيد، في طفل بكاي، في طفل يعني حلو وعنده روح حلوة، كيف تقدر تتعامل مع كل هذول الأطفال؟ أكيد هي لازم تتعلمينها، ومع التجربة تكتسبين الخبرة. لكن طبعا ما تدخلين هذا المجال إلا أنت يعني تتعلمين، وفعلا أنا دخلت وتعلمت أن كيف أتعامل مع مختلف الأطفال. ما شاء الله الأطفال جون الحين عشان يسوون لكم هاي، متابعينا أو المشاهدين سووا له هاي. هذا الأطفال قربوا قربوا شوي. يلا أنا كنت أبي أختم هذا القصة الإجاء وأقولها أنه في النهاية ممكن نحن كلنا نمر بظروف صعبة، لكن كيف إحنا نختار أن نحل هذه الظروف ونضيف لها طاقة إيجابية مثل ما سوت شذا، هو الشيء الحلو أن إحنا لما جينا فترة صعبة في حياتنا ما نختار نكون كئيبين ونعيشها بضيقة صدر، لازم نختار نعيشها بإيجابية، ولما نتذكرها في المستقبل نتذكرها وإحنا مبسوطين.